بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة مع الحلقة التاسعة بعد المئتين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الثالث من بين ستة عشر جزء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس دائما إماما فلما اشتد عليه المرض لم يستطع الخروج إلى المسجد فأمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس وفي مرة أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة فخرج إلى المسجد متوكئا على الفضل بن العباس وصعد المنبر وخطب الناس وهي آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفضل الأنصار وأوصى بهم رضي الله عنهم وفضل أسامة بن زيد وأنه أهل الإمارة ليقود الجيش لقتال الروم. ووقعت رواية جاءت في دلائل النبوة للبيهقي. هذه الرواية فحواها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض نفسه للقصاص في خطبته. هذه الروايه لا تثبت لان اسنادها ضعيف جدا والسلام عليكم